22 سنة مضت على وفاة الملك الحسن الثاني بعد أن دام حكمه 38 سنة من 1961 إلى 1999 ميلادية. الملك الحكيم عرف بحنكته السياسية وبرزانة قوله وتعامله، وبقيت عدة أقوال مأثورة للملك الراحل، من ضمنها: الرجل الحكيم هو الذي يأتي باحثا عن النصائح، السلاح نجده في كل مكان، في المغرب نحن أصوليون لكن بالتحديد الأصولية تمنع علينا التطرف، السياسة هي أشبه بحالة الجو، نتقدم في الجو الصحو وفي الجو الغائم، وكل مرة علينا اقتحام سحاب المستقبل. أوروبا الغربية لا تهتم إلا بالاستهلاك الشره، إنها تحت سيطرة الدجاج والخمر والوهم. الصداقة أمر ضروري، ومن لا أصدقاء له فليس بإنسان، وأنا أفضل أن أكون ضحية صداقة على أن أكون قاتل صداقة. أفضل أن يقال أنني تعرضت للخيانة على أن يقال لقد خنت صداقة ما. معارك الحياة لا يربحها لا الأكثر قوة ولا الأكثر سرعة، ولكن يربحها أولئك الذين لا يستسلمون أبداً.